تحت رعاية سمو الشيخ خليفة بن علي الخليفة محافظ المحافظة الجنوبية، تقيم المحافظة الجنوبية احتفالا بمناسبة مرور 50 عاما على افتتاح مدينة عيسى، المدينة الإسكانية النموذجية الأولى على مستوى الخليج والوطن العربي. 50 عاما من الفخر والاعتزاز على افتتاح مدينة عيسى، المدينة الإسكانية النموذجية الأولى على مستوى الخليج والوطن العربي، كونها ضمت العديد من المرافق والمؤسسات الاجتماعية والخدمية، واحتوت على بنية تحتية متكاملة. وفي ظل هذا الاهتمام حتى يومنا هذا فيما نشهده من مشاريع إسكانية تقوم وزارة الإسكان على تنفيذها. مدينة عيسى نشأت على مراحل من 63 إلى 1983، تكونت من 4700 وحدة سكنية ومغارب من 1000 شقة، بالإضافة إلى 16 مدرسة حكومية و18 مسجد ومركز تجاري. كانت فعلا بداية نموذجية في قطاع الإسكان، ليس على مستوى البحرين فقط ولكن على مستوى المنطقة كلها. منذ أن افتتحت مدينة عيسى عام 1968 على يد راعي مسيرة البناء والإعمار المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ عيسى بن سلمان الخليفة، وهي تعكس حرص القيادة الحكيمة على توفير المعيشة الكريمة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم في حصولهم على الصحة والتعليم والإسكان والخدمات الأخرى. مدينة عيسى بالنسبة لي حب ومحبة وامتداد لمحبتي الأخرى. ألفت 4 كتب عن تاريخ مدينة عيسى، كتاب عن إنشاء المدينة والجيل الأول للمدينة وكيف عاشوا الجيل الأول المدينة، والكتاب موجود في نادي مدينة عيسى، يضاف إلى كتاب ثاني وكتاب تكلم عن أبرز الرياضيين اللي طلعوا من مدينة عيسى، وكتاب ثالث عن المساجد والجوامع التي بنيت في مدينة عيسى، وتحدث كتاب عن الجامع أو عن المسجد كيف بني، سنة كم، شو الخدمات اللي قدمها. الكتاب الرابع موجود حاليا في المطبعة اسمه شخصية وعطاء، يتكلم عن الشخصيات اللي برزت من مدينة عيسى. طبعا في احتفالات إن شاء الله بتكون مصاحبة بهذه المناسبة التاريخية، إن شاء الله بتمتد لي يوم الخميس إن شاء الله، بيكون هناك مسابقة رياضية للناشئين بالتعاون بعد معنا نادي مدينة عيسى، بالإضافة إلى مهرجان عائلي إن شاء الله بيكون بتاريخ 15 نوفمبر يوم الخميس الساعة 3، بيشمل الفرق الموسيقية، بيشمل الألعاب والجوائز للأطفال، فندعو إن شاء الله أهالي مدينة عيسى لاحتفال معنا بهذه المناسبة. حفل تدشين الذكرى 50 على تأسيس مدينة عيسى تم من خلاله استذكار تاريخ مدينة عيسى العريق ومراحل التطور التي شهدتها المدينة على مختلف الصعد، وكان الحفل أيضا منصة ليكرم من خلاله أهل المدينة ولعطاءاتهم المتواصلة جيلا بعد جيل. إيمان شرف لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.